جايبين هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ السلام عليكم. كتير مننا بيسمع عن الـ HR و how bad is the HR. ايوه ايه الـ HR ده؟ ما حدش عارف. يعني اقول هكلم على HR واقول له خلاص انا هخش في الموضوع. نخش في الموضوع على طول. يا راجل صار كنت فاكر الدنيا. لا يا راجل ده ايه؟ الدنيا حر. فك ياه. امال ليه كده؟ ارفع ايدك فوق. في مرحلة الـ learning and development هيبقى فيه بقى جزء بتاع الـ gap analysis، هيبقى فيه جزء بتاع الـ succession planning development بتاع الموظفين. والله يا جميل بقى دي طلبات الـ HR. هل انت عندك الصبر ان انت تسمع الـ client ده 10 مرات في الساعة؟ 5 minutes later. سلام. اما قصة عبرة صحيح. الـ HR اعمل له ايه؟